خلينا نقرب من الصورة بشكل أكبر ونروح ناخد زميلنا محمد سعيد المتواجد في مباراة الأهلي والجونة ونعرف منه كل التفاصيل. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. عايز اقول لك في هذه اللحظات احنا في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع من احداث الشوط الثاني والمباراه، وما زالت المباراه بالتعادل السلبي 0-0 للفريقين حتى هذه اللحظات. لو اكلمك على تشكيل فريق النادي الاهلي، الشوط الاول بدا الاهلي بشريف اكرامي في حراسه المرمى، صف الظهر من اليمين الشمال محمد هاني ظهير ايمن، صبري رحيل ظهير ايسر، اثنين محمد نجيب وايمن اشرف، امامهم اثنين وسط ارتكاز اكرم توفيق وهشام محمد، وفي الامام ثلاثي خط وسط احمد حمدي واسلام محارب ومحمد شريف، وفي الهجوم مروان محسن. الشوط الاول ما كانش فيه كرات خطر على كلا المرميين، سواء شريف اكرامي حارس الاهلي او هيثم محمد حارس الجونه، لكن كانت كرات على فترات، يعني كرات خطيره على فترات. يمكن ابرز هذه الفرص كانت في كره عرضيه من احمد حمدي من ناحيه اليسار، عمل كره عرضيه يمكن صعد بها بشكل قوي جدا محمد نجيب، وكان فرصه لاحراز هدف التقدم لكن تم الدفع يعني من احدى مدافعي فريق الجونه، لكن الحكم لم يحتسب ركله جزاء. ايضا في ختام الشوط الاول كانت في فرصه محققه لفريق الجونه، تسديده على شريف اكرامي تصدى لها بشكل جيد لكن الكره سقطت على الارض، وحاول مهاجم الجونه ان يلتقط الكره، كان صلاح خطاب مهاجم فريق الجونه حاول يلتقط الكره ويسدد على يسار شريف اكرامي، لكن الكره يعني سكنت في الشباك من الخارج لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي. بعد بدايه الشوط الثاني يمكن اجرى كارتيرون اربع تبديلات دفعه واحده مع بدايه الشوط الثاني، ناصر ماهر مكان احمد حمدي، كريم نجبت مكان هشام محمد، صلاح محسن مكان مروان محسن، وميدو جابر مكان اسلام محارب. دول الاربعه اللي بداوا الشوط الثاني مع باقي اللاعبين اللي موجودين من احداث الشوط الاول. الشوط الثاني ما اختلفش كتير عن احداث الشوط الاول، يمكن درجه الحراره وسخونه الجو اثر بشكل كبير جدا على اداء الفريق واللاعبين، لكن بشكل عام قدر الجهاز الفني ان هو يعطي الفرصه لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراه تاونشيب، بالاضافه لعدد اخر من اللاعبين اللي نزلوا في احداث المباراه يعني على مستوى الاحتياطي، لكن في نفس الوقت كان قدامهم فرصه ان يظهروا النهارده بشكل جيد عشان يتواجدوا في المباريات الرسميه القادمه. لسه منذ لحظات وانا بتكلم معاك يا امير الحكم اطلق صفيره النهايه بانتهاء المباراه بالتعادل السلبي بين الاهلي والجونه، لكن بشكل عام الجهاز الفني استفاد بهذه المباراه عشان يحضر للمراحل القادمه. كمان النهارده قبل هذه المباراه الوديه كان في تدريب للاعبين اللي الجهاز الفني يعني شاركوا في مباراه تاون شيب، فضل الجهاز الفني ان هو النهارده يريحهم وعمل لهم تدريب متاخر شويه على الساعه 3:30 4 كده بسبب درجه الحراره. باسم علي دخل في التقسيمه الجماعيه، لكن الجهاز الفني فضل ما يكونش في المباراه الوديه النهارده يعني. طيب محمد، عايز اسالك برضو عن حاله المصابين سواء حسام عاشور او وليد سليمان، وخصوصا ان هم تعرضوا لاصابات مختلفه خلال مباراه تاون شيب، الامور بالنسبه لهم ماشيه ازاي؟ عايز اطمنك ان حاله المصابين خلاص الامور الحمد لله اصبحت الصفوف دلوقتي مكتمله بعد عوده باسم علي للمران الجماعي النهارده، كل اللعيبه الحمد لله بتؤدي تدريبات بشكل جيد، خلاص قائمه الاصابات خاليه. لو هتتكلم على اصابه وليد سليمان او حسام عاشور، لا دكتور خالد محمود كلمته قبل المباراه الوديه طمني على حاله اللعيبه ان هم ان شاء الله يوم السبت هيكونوا في التدريبات بشكل قوي، وان شاء الله هيكونوا جاهزين ويكونوا في المباراه الرسميه امام تاون شيب الاسبوع القادم في البطوله الافريقيه ان شاء الله. محمد سعيد طبعا زميلنا ومراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، قال لنا كل التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي والجونة النهاردة المباراة الودية.